أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم اليوم وحلقة جديدة من برنامجكم خيرات وطن. اليوم احنا وصلنا إلى الكوت، وعلى وجه التحديد في وزارة التجارة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية فرع واسط. وحي الله أهلنا في واسط. أعزائي المشاهدين، ووصلنا إلى المدير الأستاذ هلال برهان حسين، حياك الله. الله يحفظك ويبارك. شلونك أستاذ؟ الله يسلمك. بالبداية، عملية دخول ويعني استلام وتسليم مفردات السلة الغذائية شلون تتم؟ ماكو مانع. مفردات السلة الغذائية تقوم الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية باستيراد المفردات عن طريق قسم الاستيراد والتوزيعها عن طريق قسم التسويق. نعم. لفروع الشركة، وتردنا من خلال المنافذ الحدودية اللي هي زاخو ومقصر وشركة الاتحاد. تفحص بالمختبرات، مختبرات وزارة التجارة. نعم. تظهر صلاحية الاستهلاك البشري وتشحن إلى الفروع، ويقوم الفرع بالفحص الفيزياوي والتأكد من صلاحية الاستهلاك البشري، وتوزع عن طريق السلة الغذائية عن طريق وكلاء الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. الأعداد اللي موجودة، يعني عدد المفردات السلة الغذائية بالإضافة للمواطنين اللي يستحقون مفردات السلة الغذائية بالأرقام، كفاية الكفاية الشهرية، السكر 1545، والزيت 1408، المعجون 612، الرز 4680، العدس 773، والحمص 773. هاي ألف. نعم، ألف. أي بالألف. نعم، أي بالألف. لأنه إحنا مواطنيننا 1529 و560. هذه بالإجمال توصل إلى أبعد نقطة في المحافظة بالوقت. نعم. المحدد. لو نعم ودفعة واحدة، ماكو مجاملة، ما عندنا مجاملات. دفعة واحدة تصل للوكيل، وبدور الوكيل يقوم توزيعها على المواطن. إحنا لقينا قطعة، أول ما دخلنا لقينا قطعة يمنع أعطاء الكراميات. نعم، توجيهات إدارتنا العليا وخصوصا المدير العام، السيد المدير العام، بمنع أي ظاهرة من هذه الظواهر. نعم. وبتشدد. من يدفع كرامية يعني مثلا إذا يعني سايق أو مواعدنا هذه الحالة؟ لا يعني إذا أريد يدفع كرامية علما مثلا للموظف. لا موظف لا. يعني إذا أريد ما عدنا هذه الحالة. لذلك إحنا نشكرك، حتى نروح بعدين نتوكل على بركة الله ونروح للمخازن ونشوف دور المعنيين في المخازن. حفظك الله، حياك الله. إذن أعزائي المشاهدين، خليكم ويانا. أول شيء عارفين بحضرتك مها كاظم النجار، حياك الله. شنو واجبك؟ الله يحييك، أمينة مخزن. حياك الله ست مها، طول بعمرك إن شاء الله. هذه شنو الأوراق؟ هذه كل قائمة تجي فيها قطع المادة. إيه؟ اللي مخصصة على المخزن. زين. يعني إحنا مخزن حليب رعاية اجتماعية، حليب زائدا شاي زائدا معجون حصة تموينية. نعم. السلة الغذائية. السلة الغذائية. وهاي الأسماء شنو هذه الأسماء؟ هاي نكتب اسم الوكيل وتفاصيل الوكيل وتوقيعه وبصمته. من يستلم يبصم و... كاملة. يعني بالسيابية ما بها. أكيد يجرد الكمية، يشوفها قدامه، يفحصها، يستلم. زين، أنا راح أسأل سؤال ست مها. نعم. يعني أحياناً أنت كأمينة مخزن. نعم. ومسؤولة، ويجون يعني أهلنا اللي موجودين الوكلاء. أكيد. بالنتيجة يأخذون المادة الغذائية منا وراح يودوها للمخزن يمهم أيضاً، وعتهم كوكلاء وزعوها للمواطن. أكيد. أحياناً تشوفين حالة غريبة يعني بالمادة الغذائية اللي موجودة؟ لا، ما تشوفين؟ لا الحمد لله، حالياً هو يستلم ويتأكد من بضاعته وكامل وتمام، بصم، وقع، اطمئن، خلص. ما عندكم مساومات يعني مثلاً؟ لا يجي يقول لك يا بدي مشيها. لا أبداً، ماكو هاي الملاحظات نهائي. ماكو. لا ما عندنا هيك أشياء. نعم، الحمد لله. السلام عليكم.
انت شنو متعهد شنو؟ لا معاونة من المخزن. اه معاونة من المخزن. دا اشوف هاي الاوراق اللي عندك. اجهز حليب وشاي. ها آه اللي هو هذه؟ اي هذه. اللي هذه مال الرعاية؟ مال رعاية اجتماعية. شنو هذا؟ هسه شنو هذا؟ حليب ايش قد؟ اجتماعية. حليب ايش قد؟ 18 و10. 18 شنو؟ 18 كرتونة و10 كياس. 18 كرتونة و10 كياس. والشاي هذا؟ والشاي هذا 7 كياس. المن هاي مجهزين؟ كيلو و400. للوكيل جاسم؟ هذا متعهد ناقل. ها الناقل اللي هو جاسم. جاسم محمد. زين. ذني بفلوس بلاش؟ لا لا الرعاية اجتماعية بلاش. بلاش 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 مو؟ بلاش يعني معجون وحليب ودهن وشكر والعفو شاي مو؟ شاي زيت زيت حليب حليب تمن قصة كاملة الحمد لله. على السيطرة شنو واجباتكم كل اسبوع كل يوم كل شهر؟ ها لا واجبات السيطرة احنا ممثلين قسم السيطرة النوعية في فرع واسط، واهلا وسهلا بكم. واجبات ممثلين السيطرة النوعية هنا الاشراف على المواد التي ترد علينا من المنافذ الحدودية مثل منفذ ام قصر ومنفذ زاخو. هذا شلون تفحصوا وشلون عملية الاستلام والتسليم وعملية الفحص شلون؟ اول ما تطبق التحفير، اول ما تطبق السيارة الحاملة للبضاعة هنا بالمخازن ناقل قصدك؟ اي لا السيارة الشاحنة تجي من المنافذ الحدودية حملة من الله. نبدي لجنة الاستلام الاستاذ محمد رئيس لجنة الاستلام امين المخزن مسؤول السيطرة النوعية كادر السيطرة النوعية نبني نكشف على البضاعة، نبني نعاين البضاعة معاينة ونفحصها نطابق تواريخ انتاجها والنفاذية وفق الصلاحية. مثلا هسه هذا كيس الرز التايلندي مكتوب عليه تاريخ الانتاج، مكتوب عليه تاريخ النفاذيه، مكتوب عليه علامات مؤشره اللي هي مستورد خصيصا لوزاره التجاره العراقيه لاغراض السله الغذائيه، يمنع التداول يمنع التداول بيعه بالاسواق المحليه. بعد ذلك نبدا ناخذ نماذج عشوائيه من السياره بعد ما يبدا بالتفريق انه الماده سليمه غير سليمه، عمليه سحب النماذج اما من خلال بمبه احيانا أو تلقون غير صالحه للاستهلاك البشري. يعني بعض الاحيان وان كتب احنا هاي مثلا تجي بضاعه سواء مثلا السائق الجاي الشادر ماله ما مضبط زين ومتعرضه الى مياه الامطار وهاي كلها هاي نرجعها بظهر الشحن. السلام عليكم. السلام. شلونك حبيبي؟ السلام عليكم. زين ان شاء الله. شلون احوالكم؟ من الوكيل؟ ها انت شنو؟ انا مواطن. ها جاي تاخذ حصه؟ اي ان شاء الله. حلو خلينا نسال المواطن قبل ان نسال. يلا خلينا نجهز. تاخذ حصه ان شاء الله. شلون الحصه؟ الحمد لله زينه. الله كل زينه مالت الله زينه الحمد لله. انت تاخذ رعايه ولا ما تاخذ رعايه؟ لا لا رعايه ما تاخذ. لا ما موظف مو؟ اي انا منتسب. منتسب الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك ويحفظ كل منتسبين. الله يسلمك يا رب. يعطيهم الصحه والسلام والعافيه طول العمر. هذول العراقيين دائما لازم ندعي لبعضنا بالخير والبركه. سلمك استاذ. زينه الحصه زينه ولا مو زينه؟ مالت الله كل زينه. مالت الله مالت الله احنا دور مالت الله. اي والله مالت الله. انا مالت الله نشلبين مالت عبد الله شو بكسر مالت الله. مالت الله ما مجبور اكذب. الله يبارك فيك. الله يحفظك. زين حكي بيناتنا. ايه حكي بيناتنا. ايش قد الفلوس ياخذ منك؟ هو النفر 500. 500. ايه 500. ايه انا اشكرك. الله يحفظك حبيبي. زين اذا انشالت منك الحصه. ايه بالضيم؟ ايه والله بالضيم. والله العظيم. زين الزيت شلونه؟ لا زين. 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 فرق مالت الله. والمعجون؟ خير. والتمه؟ نعمه. كل زين؟ نعمه. الحمد لله كل زينات. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. خلينا نسال الوكيل هسه اجينا عليك. شلونك؟ والله الحمد لله زين ان شاء الله. لو زين لا زين نعمه بخير. والله مع الوادي راح مع الوادي. ايش قد عندك ياخذون عندك حصه؟ عندي العوائل 1320. العوائل 1320 والمواطنين الافراد 5600 فرد. زين والرعايه؟ رعايه 600 فرد. 600 الرعايه تاخذ عندهم فلوس؟ لا بلاش احنا نوزعها مجاني. بلاش. اي مجاني. الرعاية مجاني. مجاني. اي اي زين. هي من اجت لها هسه. زين انتم مرات يعني انت مسوي جروب من على الفيس؟ ايه
لا والله احنا مسوين جروب الوكلاء كليته عامه مال الكوت. ايه؟ يعني اذا واحد نشر مثلا اجت حصية اعتبرت الكوت كلها اجت، لان هي تجهز بنفس اليوم يومين كلها تجهز الكوت. زي من تستلم الماده الغذائيه من المخازن ايه؟ ولقيت بها شيء ترجعها، اذا مثلا بها مثلا عوده قصدك دوده او فد شيء او هاي اي ترجع، لان هم يبلغون الناس يعني المخازن لما اروح تبلغني يعني حريصين اي لما اروح اقطع يقول لي هو ابو المخازن، حتى يعني الناقل لما يجي لي والله شاهد الله يجي لي الناقل حسن يعرفه جوز كليته يجي لي يقول لي اذا بي شيء قل له انا ارجعه واجيب له غيره. بس الحمد لله اليومك ما عدي فد شيء يعني طلعت او ماده نقص او هاي، لا الحمد لله. شلون احوالك؟ يستر عليك ان شاء الله ويحفظك الله. حجية شو تسوي بالحصه؟ الحصه فائدتنا مسواك الله جايبه للعالم نعمه خير زين السنه نعمه. تاخذين العدسات لا والله ما تاخذين الرعايه؟ لا والله زين يعني ما حبيبي بيبي ما تاخذ رعايه ما تاخذ رعايه. اذا شالوا منكم الحصه شلون بالله؟ الله كريم الله يعيشنا. لا بيتشا بيتشا ما يقبل يقول الحصة ما تنشال. لا إن شاء الله لا حبيبي ما تنشال الحصة. لا إن شاء الله ما تنشال. يلا 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 تعال يلا تعال تعال خذ تعال يبا 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 قلبي كيف خيرك المسكين معيشته الحصة. الحمد لله رب. أي والله الله يعطيك العافية يطول عمرك الله يسلمك ويهنيك بشبابك ويحفظك الله طول بعمرك إن شاء الله ويحفظ العيال إن شاء الله يا ربي. الله يسلمك بعد قلبك. أنتم عادة النسوان يعني ايه؟ أمهاتنا وتاج راسنا تاج الله راسنا الله يسلمك بعد قلبك تستثمرون الأشياء بشكل غريب عجيب إن ايه شاء الله. يعني الطحين مرة تسوون من عنده حلاوة ايه؟ ها ايه؟ الحمص مرة تسوون من عنده فلافل فلافل ايه؟ يصير الطبخة كبة يسوونها ما يطحننا ويسوونها كبة كل شيء يصير كل شيء يصير كل نادرات شي معدلات إن شاء الله معدلات إن شاء الله يا رب يحفظكم إن شاء الله ويطول بعمركم إن شاء الله يعطيك العافية بعد قلبي شو ما إحنا ممنونين من بعد عندك بعد قلبي يعطيك العافية ويطول بعمرك ويطول عمرك ويعطيك الصحة والعافية إن شاء الله يا ربي يسلمك بعد قلبي أنت إنتاج راس الله واديك يعزك الله يعزك حياك هسه نضيفكم اليوم غداكم يمنا كفو كفو عليكم الله كفو والله كفو من عندك. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. اسف اخرتك اني. الله يسلمك. شلونك قلبي زين ان شاء الله؟ من اي منطقه انت؟ من الكوت. من الكوت، وين بالكوت؟ بالجمعيه بدور العمال. دور العمال بالجمعيه، الحصه شلونها؟ والله زين الحمد لله. زين؟ شوي احسن من قبل. احسن من قبل. احسن من قبل. الوكيل شلونه وياكم؟ لا زين زين. الوكيل زين. حج ومكه كله زين. زين، واذا شالوا من عندك الحصه؟ لا لا لا، لا ان شاء الله ما تشال. اذا شالوا شو لا لا، وين بعد؟ تضرري. تضرري. الله يساعدك. هلا مرحبا. شلونك؟ حسين. الاسم بالخير. باسم حسين موسى. شلونك باسم؟ نعم الحمد لله. انت باسم هم باسم يعني انت مبتسم باسم. طيب. شلونك باسم؟ نعم من اي منطقة؟ من الداموك. من الداموك؟ اي جاء على الحصة. جاء الحصة. اي والله. الحصة شلونها؟ والله زينة نعمة. زينة ولا زوينة؟ زينة ونعمة والحمد لله. زادت مو ناقصة. زين وإذا شالوها من عندك شلون؟ كنا نجوع. الراتب ما يكفي. اي. 350 يعطوني. 350؟ اي شو اسمه؟ تشتغل انت؟ والله شو اسمه؟ كاسب. كاسي اي والله السلام يا الله السلام عليكم تفضل اخوي السلام عليكم شلونك حبيبي انت وين توصل اخوي برنامج عندي شنو برنامج الله انا احب برنامج حبيب انت الله تاخذ سله غذائيه سله شو مو اخذ الله زينه لو مو زينه 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 زين واذا شالوها منك الضرر تضرر الضرر اي اي تضرر الضرر الضرر يا اخوي شلون ايوه الضرر اذا شالوا منك السله الغذائيه زين واذا رجعوها إيه ما الضرر ما الضرر تاخذ رعايه لو ما تاخذ رعايه ما اخذ يعني اذا تاخذ رعايه معناته ما تدفع فلوس احويا يا نار قلبي الله وياك اخذ كروه بالدرب الله وياك اخذ كروه بالدرب كذا راح